بعضمة لسان. اسمعوها من بابا. بابا فاسيليو راجل محترم جدا، استضافه الكابتن احمد شوبير. الحقيقة قال كلام كتير مهم، لكن ما يخص النادي الاهلي، وهنا انا هقف عند ناس كتيرة تسأل يقول لك لا بيراميدز افضل من الاهلي، بيراميدز عنده احسن كواليتي، بيراميدز عنده احسن قماشه، لعيبه بيراميدز الافضل في الدوري، الاهلي كان قال لك الاهلي كان محظوظ، الاهلي عامل سحر، الاهلي مش عارف راح فين، الاهلي جاب بحه ودى بحه، كل الكلام ده طلعه في الاهلي. لكن الحقيقه لما تلاقوا مدرب اجنبي متجرد من الاهواء وعنده قدر من الانصاف والموضوعيه، يبقى كلامه عن الاهلي مهم نسمعه ويعلق عليه المهندس عدلي. انديه في مصر ممكن تلعب في اوروبا او عندها نفس النظام الاوروبي؟ وارجوك تكون محدد. انا على يقين بان النادي الاهلي وما اراه من اداء هذا العام يستطيع ان يكون متنافسا في اي بطوله ودوري في العالم، هذا يقين مني. الميزة الكبيرة التي يتميز بها النادي الأهلي في العام الماضي هو التنظيم الدفاعي. كان أيضا هو فريق كل لاعب يعمل بجد على أرض الملعب وبإخلاص وبصورة جماعية. هذه الروح تعطي الانطباع الفوري بأن في الدوريات المنظمة في أوروبا هو فريق الأهلي يستطيع أن ينافس، وأنا على يقين 100% مما أقوله. حسيتك معجب بكولر، هل بترجع النجاحات اللي موجودة فنيا للمدرب؟ بالطبع المدير الفني يمثل جزء كبير من النجاح للفريق 100%، ولكن الأمور ليست فقط هي المدير الفني، ولكن القيم التنظيمية التي يتحلى بها الفريق، وهذا ما يعطي للمدير الفني ميزة كبيرة لينفذ أفكاري وتكتيكاتي بخلال نادي. إيه اللي عمله كولر في النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ أنا لست داخل جدران النادي الأهلي لأعرف بالضبط ما فعلوه لتحقيق هذا، ولا أعرف المدير الفني على المستوى الشخصي، ولكن في كل مرة نلعب أمام فريق نقوم بتحليل أداء الفريق. قمنا بتحليل أداء النادي الأهلي، رأينا التنظيم الفريق كما قلت من الناحية الدفاعية، وأيضا عندما يأخذون الكرة تستطيع أن ترى خلق الفرص، وكل ذلك يحدث من خلال التدريبات. لا تستطيع أن تخفي ذلك، عندما تحلل الخصم تعلم بالضبط ما يفعلونه. ومن ثم شاهدنا من البداية بأن هذا فريق سيحقق نجاحا كبيرا هذا الموسم. يعني كلام مهم جدا 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 من بابا. لانه ما هو راجل بيتفرج ملوش مصلحه في حاجه. راجل بيقيم الامور وبيقول لك انا كل مره بلعب بحلل اداء الفريق اللي قدامي. فوانا بحلل اداء النادي الاهلي استطيع ان المس يعني كيف يعمل هذا الفريق داخل الملعب. ولما جه يساله ماذا قدم كولر وماذا قال؟ قال له انا مش عايش وسطيهم. إذا هو راجل يحلل نتاج هذا العمل. يعني 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 ما ادعاش بقى ان هو بيحب فايلر وبتاع، لا، قال لك مؤكد انك انت المدير الفني جزء من نجاح الفريق، بس مش كفايه. شوف الكلمه، القيم التنظيميه لهذا الفريق. يا جماعه لما بنقول القيم والتقاليد هي باينه للاجنبي واضحه عنده. الفريق ده له ثقافة موروثة متجذرة، هو يعمل بقيم فنية بيحرص عليها. بيستغرب قوي من هذا الشغف وهذا العطاء وهذا الجهد المبذول من كل اللاعبين لتنفيذ الجانب الخططي والجماعي للفريق. كل دي قيم. أنا مبسوط جدا
بالحديث ده ومبسوط جدا من اللي قاله بابا فاسيليو، لانه الحقيقه انت بتتكلم على فكره تاني. ما هو زي ما قلنا الاستاذ وليد، من حق القائمين على بيراميد او من يرونه انه يملك اعلى سكواد ماشي، لكن احنا نعمل. بص يا استاذ ابراهيم، في فتره الفتره الحلوه بتاعه يعني الالفيه، كان يجي كل ما تخلص موسم الاعضاء الشله اللي عند الشجره دي يقابلوني، عبد العدلي مش عارف مين راح فين ومين جه منين ومين سابك وانت جبت مين وعملت مين. قلت لهم يا جماعه انا ما يهمنيش اكتر من اني انظر الى التكوين بتاع فريقي. هل التكوين بتاع فريقي ده يستطيع ان يلاعب منتخب مصر ولا لا؟ انا بصراحه هو ده معياري، عشان ما اخافش ان انا اكون فريق، ان انا لو بفرقتي الكامله بالاجانب بتوعها، هل استطيع ان اقدم شيء من المنافسه القويه بشكل يرجح كفتي الى حد ما مع منتخب مصر ولا لا؟ لما تيجي انت تشوف ان عناصرك في 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 المنتخب الاولمبي والفريق الاول هي الاكثر، مع اما تضم لها اللعيبه الاجانب الدوليه اللي عندك، الاجابه ايه على السؤال ده؟ طبعا انه ممكن. طبعا يبقى انا فليعمل المنافس، لانه اذا ما عملش يبقى الدنيا ماتت. لكن لما انا احقق النجاح ما يجيش يقول لك وفيش اللي قاله كله بقى بيخدم على الاهلي. يا اخي ده انت بقالك سنتين عايرني انك خدت دوري وكاس، وفي موسمين بتقول انت طلعت التالت. فين الكلام ايه التناقض في الحوار ده؟ لا، النادي الاهلي بس لما يتراجع ما يستناش كثيرا عشان يسترد، لان دي قيم تنظيميه موجوده عنده. الحقيقه النقطه المهمه جدا يا جماعه في كلام بابا فاسيليو، هو مش شايف بس ان الاهلي يستحق يفوز بالدوري، ده هو السؤال كان للكابتن شوبير، مين تراه في، هل انت شايف ان عندنا فريق في مصر يقدر يلعب في اي مكان في اوروبا؟ قال له اه، النادي الاهلي يستطيع ان ينافس في اي بطوله اوروبيه، وبيقول له انا واثق 100%. هو بيأكد على كلامه ويقول له انا على يقين انه يستطيع. الكلام ده اللي احنا بنقوله عشان الناس اللي بتحاول تقلل من قيمة الاهلي او تبخس هذا الفريق ولاعبته ومدربه ومسؤوليه، حقهم في انهم وصلت لفريق بينافس في بطولات كبيرة، فريق بيزعل لما بيخسر من ريال مدريد في بطولة العالم، فريق بيلعب 4 نهائي دوري ابطال افريقيا على التوالي، فريق كل شوية هو صديق المنصات المختلفة. ده مش من فراغ، ان انت مش بس بتتكلم على الجدارة المحلية والاستحقاق بالفوز بالدوري، لا، دي شهادة من مدرب اجنبي ان الاهلي يستطيع ان يتواجد وان يتنافس في اي بطولة عالمية كبيرة برة، وقال له انا على ثقة انه يقدر. على فكرة ده كلام مش جديد، ده كلام قاله باتريس كارتيرون الفرنسي اللي درب الاهلي ودرب الزمالك، وقال الكلام اللي انتوا هتسمعوه منه عن النادي الاهلي وهو في نادي الزمالك مش وهو في نادي الاهلي. من هنا كانت اهميه كلام كارتيرون، اسمعوه. اعتقد انت دربت برضه فريق شعبي كبير هو النادي الاهلي، ووصلت معاه لنهائي افريقيا، وكان حضور جماهيري عريض ايضا اعتقد في المباريات. الاهلي نعم، هو الاهلي منظم بشكل كبير، والاهلي مثل بايرن ميونخ في المانيا، الاهلي هو بايرن ميونخ في المانيا، انه اله، انه ماشينه، الاكل هناك، العمل بشكل منهجي منظم. يعني طب لما مدرب الزمالك بيقولوا في قناه الزمالك هنرجع نتكلم نقول ايه؟ هنرجع نتكلم ايه؟ ده رايه، لانه اشتغل هنا واشتغل هنا، وبابا فاسيليو اشتغل من بره. ولو سالت فيرا بعد ما يخرج وتجربته هيقول لك كلام غير اللي بيقوله ايام ما كان ماسك.